اللقاء الثاني في محافظة جرش في بلدة ساكت، وهذا اللقاء الثالث حقيقة كان له اليوم وقع يختلف، لأنه مع عشائر الشركس الذين رحبوا بمبادرة العشائر الأردنية درع الوطن، واستقبلوا هذا العدد من الضيوف من أبناء الوطن من مختلف المحافظات، وأبدوا كل استعداد وقالوا بالحرف أنهم جزء لا يتجزأ من العشائر الأردنية. الولاء والوفاء والانتماء الصادق، حبنا لقائد الوطن والوطن ومؤسساتنا الأمنية لا بعيد ولا قريب أن يقدر يزاود علينا أحد. الحقيقة أن المبادرة بتقوم على ركنين أساسيين، حب الأردن وحب قيادة الأردن، هذين الأمرين اللذين لا نساوم عليهما. المبادرة سيكون هناك لقاءات إن شاء الله، لقاءات مثمرة من أجل الوطن، من أجل قيادة الوطن. كما عبر المشاركون في الملتقى الذي حضره شيوخ ووجهاء ورجالات العشائر الأردنية في جمعية عشائر الشراكسة في عمان بتنظيم من هيئة شباب أصدقاء الحياة عن التفافهم حول الراية الهاشمية، وأن الجميع يقدمون أنفسهم دفاعا عن الوطن وحفاظا على أمنه ومقدراته نحو بناء ونهضة الوطن والإسهام في رقيه وتطوره ودعمهم لجلالة الملك عبد الله الثاني في سبيل تحقيق الإصلاح المنشود. فلذلك نحن مع جميع العشائر متفقين على أن الأردن يجب أن يبنى الأردن، ويجب أن نحافظ على الأردن، وأن نكون نحن العشائر الأردنية جميعا درع الوطن وحماة هذا الوطن. الأسرة الأردنية كلها اللي طول عمرنا بنعرفها أنها أسرة واحدة صادقة مع بعضها، وتخرج بما في مصلحة الأردن ومصلحة الشعب الأردني. وقد أنشئت الهيئة العام الماضي لاستثمار طاقات الشباب الأردني بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعاتهم وأشراكهم بالأعمال التطوعية والإنسانية، وتحفيزهم على حب الخير ونبذ كافة أشكال العنف والتطرف، والمساهمة في ترسيخ معاني الولاء والانتماء لدى الشباب اتجاه الوطن وتعزيز الوحدة الوطنية. تهدف إلى تجسيد وتوحيد العشائر الأردنية والحفاظ على هذا الوطن الغالي، وأن نكون خلف القيادة الهاشمية. فنحن حقيقة بأمس الحاجة اليوم أن نرفع هويتنا الوطنية ونعلي بها أننا جميعا أردنيين الولاء والانتماء لجلالة الملك والقيادة الهاشمية في هذه المرحلة وفي كل المراحل. الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية متأصل في الشعب الأردني من شماله إلى جنوبه ومنذ فجر ولادة الدولة الأردنية، واليوم يجدد الأردنيون ولاءهم وانتماءهم لجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم من أجل مستقبل مشرق للأجيال القادمة.